وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. في الوقت الذي نهنئ فيه الأسرة المجاهدة أسرة الدكتور عمر عبد الرحمن على هذا الإنجاز العظيم، على وقوفها في وجه القوى العاتية المتجبرة في عالم اليوم سواء في أفغانستان أو في غيرها، فإننا نقول للولايات المتحدة الأمريكية كفى عدوانا وكفى عربدة وكفى ظلما. نقول لهم من مصر ونحن بالقرب من ميدان التحرير أو على بعد أمتار من ميدان التحرير أن رسالات ميدان التحرير لم تكن موجهة لمبارك وحده ولا لعصابته وحدها، بل هي رسالة موجهة إلى كل قوى الظلم والطغيان في عالم اليوم. وإذا كان ميدان التحرير بمصر قد اقتلع الطاغية العتيد حسني مبارك، فإنه قد وجه إشارات قوية إلى السياسات العدوانية للولايات المتحدة الأمريكية سواء في مصر أو في المنطقة بأسرها. ونحن اليوم نودع شهيدا من شهداء القصف الأمريكي، وما أكثر الشهداء الذين وقعوا تحت هذا القصف، ما أكثر الضحايا الأبرياء الذين قتلوا بالقصف الأمريكي العشوائي. في الوقت الذي نرى أمريكا لا تزال تقول أو تدعي أنها تتزعم ريادة حقوق الإنسان في العالم، أي حقوق هذه التي تنادي بها الولايات المتحدة الأمريكية؟ ونحن نرى شيخنا الأسير الضرير القعيد في سجونها يلقى أشد أنواع الظلم، يلقى أشد وأقسى أنواع المعاملة التي لم يكن يجرؤ عليها نظام مبارك الذي سمع به في العالم بأسره. نقول للولايات المتحدة الأمريكية ونحن بالقرب من ميدان التحرير كفى ظلما وكفى عدوانا على المسلمين، وعليكم أن تفهموا الدرس من ميدان التحرير، وعليكم أن تسارعوا بالإفراج عن الشيخ عمر الذي أصبح في سجونكم أمدا طويلا، وأن تعلموا أنه إذا أوذي أو تعرض لأدنى أذى فإن عواقب ذلك ستكون وخيمة، فعليكم أن تهربوا من هذه العواقب اليوم قبل الغد بالإفراج عن شيخنا، وعليكم أن تعلموا أن الأمة التي تتحرر اليوم وتخرج في ثورات هائلة لم يشهدها العالم من قبل قد أصبحت اليوم في موقف أفضل من ذي قبل، أصبحت اليوم قادرة على أن تقول لا للهيمنة الأمريكية ولا للتبعية الأمريكية ولا للظلم ولا للعدوان. وجزاكم الله خيرا.